المناعة الذاتية، كيف بنقوي مناعتنا؟ طبعا كله بيبدأ أول من الفكر. إذا الواحد عنده فكر متوتر، إذا هو قلق، خايف من المستقبل، خايف إنه ما عنده إيمان كافي بالله، إنه ربنا يعني مدبر الأمور كلها، هتضعف مناعته. يعني خط دفاعه الأول على طول نزل وخسر أول جولة في المعركة. فإذا كلها بتبدأ من الفكر السليم، من الطاقة الإيجابية، من التفاؤل، من الإيمان بالله. نيجي بعد هيك على عملية النوم السليم، اللي ما بينام كويس أو اللي ليل ونهار ونهار وليل. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الناس اللي بيشتغلوا حتى كسيكوريتي، الناس الأمن اللي ليلهم نهار ونهارهم ليل، هذول أكثر ناس معرضين للوساوس والقلق والأمراض بسبب العملية الفسيولوجية الغلط عندهم، ما بيناموا نوم كافي أو نوم صحيح. النوم الكافي بالنسبة لنا إحنا 6 إلى 7 إلى 8 ساعات، 5 و 4 و 3 غير كافية. طيب الغذاء السليم، الغذاء المتوازن اللي فيه سلطات، فيه فواكه، فيه عصائر ديتوكس الطاردة للسموم، مضادات الأكسدة، الزنك، الفيتامينات، المعادن. صح المكملات مفيدة، بس أحيانا غذائنا بيكفي، بس اللي ما بيحصل على غذاء متوازن ممكن إنه يعوضها عن طريق المكملات. في أشياء ثانية اللي هي طبعاً موضوع الرياضة، المشي، هذه كلها بترفع مناعتك. زي ما تكلمنا أيضاً السمنة بتضعف مناعة الإنسان، لازم الإنسان يكون وزنه مثالي أو قريب للمثالي حتى يحصل على مناعة ذاتية. وبالأخير نتمنى للكل الصحة والعافية، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن.